تمثل معشبة شمال بمدينة تطوان أحد أهم المراكز التجارية التي تعمل على تقديم خدمات جليلة لساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتوفر على أهم المنتجات المستخلصة من الموارد الطبيعية من أعشاب طبية نادرة وزيوت نباتية متنوعة ومواد تجميلية فعالة وأدوية طبيعية صحية، بالإضافة إلى مجموعة من العينات النباتية الهامة التي تساعد على علاج الأمراض المستعصية. ربما كتسول على العسل، عندنا ربما كتسول على شي حاجة بالعنبر، عندنا ربما عندنا شي حاجة غابرة على الضمير، شي حاجة البخور، شي حاجة العين، إما ما يخص الأعشاب عندنا عليهم دراية كبيرة بحال العرعار، بحال الكبار، بحال السنة. ياسر حيت الأعشاب ما عندناش فيهم واحد الوصف، ما عندناش فيهم غير واحد الوصف واحد الحاجة، ولا أعشاب كيداويو غير واحد الحاجة. ربما عندك شي حاجة الكلاوي وبغيتي تداوي بالأعشاب عندنا، شي حاجة جهاز التناسلي عندنا، شي حاجة ديال المساليك البولية عندنا. كما يوفر مدير معشبة الشمال سيد عبد الإله بوجيدة مواد تم استخلاصها من أعالي الجبال ووسط الغابات ومن باطن الصحاري، تستخدم في علاج العديد من الحالات النادرة، كما توفر المعشبة عطورا وبخورا وأدوات خاصة بالرقية الشرعية والحجامة ومواد إبطال العين وغيرها. وعمدت إدارة المعشبة حسب معاينة القناة الإخبارية قناة تطوان إلى صنع خلطات طبيعية متميزة تنفرد بها، وذلك لتقوية وترطيب الشعر والبشرة وعلاج فروة الرأس وتصفية الوجه وفوائد أخرى لا تعد ولا تحصى. معكم عبد الإله بوجيدة، معشبة الشمال، صاحب المحل التجاري في بتوت. المحل التجاري حلينا في 1968، وبالنسبة أنا جيت إن شاء الله مع الوالد ديالي الله يذكره بالخير 1985 زودت المهنة التوابل، 2011 زودت المهنة ديال الزيوت وديال البخور وجميع أنواع الزيوت الحمد لله خارج البلد ولا داخل البلد. الأتمنة ناحية الأتمنة كتحدى أي واحد هنا في تطوان ولا في المغرب ولا في الشمال ولا أي بلاصة، الأتمنة عندنا جميع الأتمنة مناسبة لا في الجودة ولا في الشركات، عندنا الشركات ديال الهيماني، شركة كوتر، شركة رضوان، شركة الشفاعين، شركة السنة الحلوة. وبالرغم من شهرتها الواسعة وسمعتها الطيبة، فمعشبة الشمال تخصص أثمنة جد مناسبة لجميع الزبناء لمساعدتهم على اقتناء كل حاجياتهم. وتسعى معشبة الشمال لتطوير آليات عمل اشتغالها من خلال جلب جميع المواد الطبيعية النادرة المتواجدة عبر مختلف مناطق العالم، قصد توفير كل متطلبات المواطنين الذين يتوافدون على المعشبة من كل حدب وصوب. مرحبا بكم لعنا معشبة الشمال، كنتسناو الزيارة ديالكم مرة أخرى. ومرحبا بالضيوف العزاز الغاليين ديالنا، بغيناهم يزورونا، جينا من بعيد وجبنا المسائل الغابري، جبنا العسل الحرة، وجبنا العسل ديال الطربية، وجبنا العسل بزاف. إلا جيت نقارن لك المعشبة ديالنا ما تحدهاش، ولكن اللي كنطلبوا في الإخوان والأخوات يزوروا مدينة تطوان اللي عندنا فيه كيتواجد فيه هذا المقر هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.